وضحت ده بشكل كبير واغلقنا هذه النقطة. لكن احنا في كل الاحوال كده احنا مستعدين لخطوة عودة رحلات الطيارة، يعني استعداداتنا احنا موجودة وشغلنا احنا بنعمله لحين ما تتم العودة على ارض الواقع بالفعل. احنا مش هنعمل حاجة زيادة، احنا مطاراتنا موجودة جاهزة، عندنا اماكن لاستيعاب طائرات اخرى، اجراءاتنا الامنية كما هي، فاهلا وسهلا بمن يريد ان يشغل الى مصر، ده اللي احنا دايما بنقوله ان شاء الله. وبالتاكيد يعني الاعلان بهذا الشكل مع الملابسات اللي احنا اتكلمنا عليها ده الحقيقه يؤكد ان شاء الله ان الامور تعود لطبيعتها تمام. طيب سيد الوزير، بريطانيا بقى الوضع مختلف؟ بص، بريطانيا الوضع مختلف من ناحيه مهمه قوي، هو ان البريطانيين قالوا انه مطار شرم الشيخ ما عندناش فيه مشكله امن طيران. ما عندناش فيه مشكله امن؟ اه يعني ما عندهمش اي ملاحظات على مطار شرم؟ ما عندهمش اي ملاحظات، وقالوا الكلام ده بقالهم فتره طويله قوي، وقالوا ان القرار في يد القياده السياسيه لاتخاذ القرار، بل بالعكس هم بيروا ان مطار شرم الشيخ من ضمن افضل المطارات من الناحيه العمليه الامنيه المتكامله، والنظام الانجليزي في مراجعه امن الطيران يحترم. يحترم يعني تحترم الطريقه والميكانيزم اللي بيقوموا بيها بتقييم امن المطارات. وطبعا يعني هم لهم الرياده في هذا المجال من زمان يعني، وعاملين فيه استثمارات كويسه قوي وبيطوروه، وعاملين فريق عمل موجود عندهم في وزاره النقل او يعني تحت وزاره الطيران اللي هي موجوده هناك، ومتخصص في هذا الموضوع وبيبحث فيه، وحضرنا اكسبو كان موجود عندهم من فتره. خلينا نفصل، انا بتاع حقائق، ما بكلمش السياسه دلوقتي، انا بتكلم على حقائق معينه في مجال امن الطيران. التعاون مع الجانب الانجليزي تعاون جيد جدا، احنا بنحافظ على الايجابيه في هذا الموضوع، الناس كانوا واضحين احنا ما عندناش اي مشكله في مطار شرم الشيخ، وبالعكس هم اوصوا باعاده الطيران. اوصوا بذلك، يعني المساله الان في ملعب الدوائر السياسيه يعني. بالظبط كده. وارجع اقول تاني عشان اركز على شغلي واحافظ على الايجابيه المطلوبه، يحترم ميكانيزم اتخاذ القرار، لان هناك شيء ما، هناك شيء ما يخصنيش، هناك شيء قد نعلمه وقد لا نعلمه، احنا عملنا اللي علينا، مطاراتنا مفتوحه، مطاراتنا مؤمنه، وده الاهم عندنا. اللي عايز يجي اهلا وسهلا، واللي مش عايز يجي برضه اهلا وسهلا. وده الحقيقه يعني ده مبدا مصري اصيل. وبالتالي هنا يعني اي مشاكل بقى فنيه او امنيه اصبح لا وجود له، المساله هي متعلقه بتقديرات سياسيه لهذه الدول يعني. ده بالنسبه للجانب الانجليزي، القرار لازم يؤخذ من القياده السياسيه عندهم. طيب لكن هم ما ابدوش اي حاجه تتعلق، لانه كان في كلام على ان بريطانيا تحديدا يعني ربما تاخذ موقفا اشد تعقيدا، ما ابدوش اي ملاحظات، هو كلامهم فقط في انه المساله تحتاج الى قرار سياسي. ما عندناش ما يمكن ان نتكلم فيه في موضوع امن المطارات. المراجعات الدوريه اللي هم بيعملوها بنتكلم فيها، وبنحط الملاحظات اللي بتتحط موضع الحسبان زي اي حد. مش تبقى عارف، احنا اول ما انا جيت هنا واتكلمت مع فريق العمل اللي انا بحكي لك عنه، اللي انا يعني مفتخر بيه قوي، قلنا يا جماعة احنا مش هنقفل بابنا على حد، احنا هناخد اي حد يجي نتعلم منه، بدليل، وده يعني انا ما تملكش نفسي من الضحك، لما كنت باعت مجموعة امنية تفتش على مطار ما، التشيك ليست او الورقة اللي حاطين فيها او الورق اللي عاملينه افضل من اي دولة في العالم، لان احنا تعلمنا من جميع كل من ورد علينا. فالطريقة اللي احنا صممنا بيها الاستبيان اللي احنا بنملاه واحنا بنعمل تفتيشات امنيه، هو خليط من تجارب دول عديده جدا اتعلمنا منها لما جم زارونا واشتغلنا معاهم.